وشايف في التغييرات طبعا مصطفى فتحي لما نزل طبعا عمل اضافه وعمل تحولات هجوميه 10 على 10، وعمر سعيد طبعا لما نزل جاب جول. هما ده شايف دول احسن حاجه. دول النجوم يعني. طب احكي لي عن المعارين، قول لي نقدر نستفيد منهم ازاي ولفتوا نظرك ولا لا؟ كده كده قصه القيد برضه يا كابتن، ما هيبقى هي نفس القصه، هي دي اللي وصلتنا برضه ان احنا الناس المعارين كلهم يرجعوا. طبعا مصطفى فتحي يعني نتمنى ان هو يكون زي مستوى الفتره اللي قضاها في سموحه السنه اللي فاتت، لو رجع بالمستوى ده مع نادي الزمالك هيكسر الدنيا طبعا. عمر يبقى مع الجزيري طبعا، يبقى عندنا يعني عندنا ارتكازات قدام ان احنا نقدر، لان الجزيري برده مش هيقدر يلعب ال 34 ماتش ولا كميه الماتشات دي كلها، انت عندك بتلعب في كذا بطوله، فده محتاج حد يبقى منافس برده مع الجزيري.